السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، حفظكم الله ورعاكم. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. أخوتي، أنا في واحد السيكتور زويون توا، لا يخلو من خضرار ومن هدوء. هادشي شحال زوين تبارك الله، الناس ساكنين هنا ودايرين داكشي ديال الاطفال ديالهم وطابله ديال البين بون. اخوتي، هنا هاد البلاصه اللي كيبنيو فيها، كنت دزت واحد المره هنايا، درت واحد الفيديو، وكان فيه هنا واحد الفيلا قديمه وريبوها ودابا طلعوا هاد الموبل هذا. بابا يكون فيه السكه ان شاء الله. من فيلا غادي تكون بطيمة هنايا، تجمع بزاف ديال الناس، بزاف ديال العائلات، وتحيد الأنانية.
شوف الخوت، واحد البلاصه كتب لكم زرقاء، هذاك راه 60 بيسين للاطفال، مولي الفيلا دايرين بتيت بيسين، دايرين باش الاطفال ديالهم اللي يكون الشمس حاره وقت الصيف يتشمشوا غير في الدنيا ديالهم في دارهم. هذا مكان بونجور مسيو. حنا واحد القضية خوتي في هاد البلد وفي سائر البلدان العجمية، عندهم واحد لاكيلتير ديال انه الا داز من حداك وما كيعرفكش يقول لك بونجور ولا بونسوار. فوالا، حنا الحمد لله مسلمين، ملي كتجوز حدا شي جماعه راه كتقول لهم السلام عليكم واخا ما تكونش تعرفهم، وكاين اللي كتجي كاين اللي ما كيكونش عارف مسكين كتجي يعجب تيقول كذا ما كيعرفش يسلم عليا، انا ما فهمش المعنى ديالها. الا مشينا اسلاميه راه خصنا حنا اولى بهاد المسائل تكون عندنا مثل الخوت. فوالا، بونجور بونجور. انا هو الانسان دايز مسكين قال لي بونجور، قلت لي بونجور. ايوا المهم الا رد عليا راه من الخير، ما ردش عليا راه ماشي مشكل، المهم راه ما كيأذيك. البيسيكليت والقانون البيسيكليت. خوتي، هاد الاعلام فيها الراية ديال سويسرا اللي هي الاحمر والبليس الوسط، وكاين واحد فيه الخضر وفيه الابيض، هذاك كيعني لا ليبرتي، وهذاك اللي كتشوفو خوتي الوسط اللي فيه البلوه والصفر الوسط والاحمر، هذاك ديال بان هناك مدارس، هذاك الاعلام ديال العالم ديال المدارس. فوالا، والرون بوان خوتي هي هادي، راه يلاه ناض هاد الشيء، هاد الورود اللي كتشوفو يلاه ناض، ومازال غادي يكون ان شاء الله شي ابداع في هاد الشيء هذا من طرف الناس المستخدمين ديال دار الجماعه الحضاريه. هذا مكان. ايوا خوتي، على وصلنا لواحد الوقت اللي غادي نتوادعوا فيه، وتبارك الله عليكم، الله يحفظكم، وكما العاده خوتي البارطاج البارطاج، الله يحفظكم بارك الله فيكم. وبالنسبه للناس اللي باقي ما مسجلينش معنا في هذه القناه، نتمنىهم يتابوناو معنا، الله يحفظكم جميعا، خليناكم على خير، الله يعاونكم.